السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده بخصوص الدراسة في أندونيسيا. أنا جبت لكم 11 منحة دراسية من 11 جامعة مختلفة. طبعا المنح دي بتختلف، في بعض منها البكالوريوس، بعضها للماجستير، بعضها للدكتوراه. المنح طبعا بتكون في متخصصات مختلفة، كل جامعة حسب التخصصات اللي هي طلباها. حسب لكم في الوصف بتاع الفيديو لينكات لل 11 جامعة دول، ال 11 منحة، رقم الموبايل بتاع الجامعة، رقم التليفون عشان تقدر تتواصل، الايميل بتاع الجامعة، الموقع الرسمي بتاع الجامعة، بحيث ان انت تقدر تفتح الموقع الرسمي وتشوف المنحة. وكتبت لك برضو اسم المنحة عشان تكون عارفها، وتقدروا ان انتوا تتواصلوا مع الجامعة طبعا لو الشروط بتنطبق عليكم. طبعا بعض المنح بتكون مجانية بالكامل، يعني الجامعة هي اللي بتتكفل بكل المصاريف، وبعض المنح بتكون نصها مدفوع، وفي منح تانية انت اللي بتدفع كل الفلوس. طبعا كل جامعة وكل منحة بيكون ليها شروط مختلفة، فمش هينفع طبعا ان انا اشرح لك ال 11 شرط بتاع المنح كلها. الافضل ان انت تفتح المواقع وتشوف المنح المناسبة ليك وتقدم فيها. وبالنسبة للسكن، بعض الجامعات بتوفر سكن للطلاب المغتربين، وبعض الجامعات مش بتوفر سكن. في جامعات بتدي مرتب شهري، طبعا هو مرتب بيكون زي مصروف جيب، يعني مبلغ قليل حوالي 2000 جنيه مصري او 1000 جنيه مصري حسب الجامعة. بعض الجامعات ما بتقدمش اي فلوس خالص. بالنسبة للفيزا، الجامعة هي اللي بتعمل كل حاجة، يعني انت بتفتح الموقع بتاع الجامعة، بتشوف الشروط بتاعت المنحة، لو الشروط بتنطبق عليك بتبعت لهم وبتقدم، ولما بتتقبل هم اللي بيعملوا كل حاجة خاصة بالفيزا، بيبعتوا لك الفيزا وبيبعتوا لك الإقامة الدراسية، وانت مش بتعمل أي حاجة خالص، انت بس بتروح تستلم الإقامة، يا إما بيبعتوا لك على الميل أو بيبعتوا لك على السفارة، هم بقى هيبلغوك بالخطوات والتفاصيل. طبعا المنح دي متاحة حاليا دلوقتي، لو افترضنا ان انت تتفرج على الفيديو ده بعد فترة من رفعه وان المنح خلصت، ممكن ان انت تقدم السنة اللي بعدها، برضو هيبقى معاك ال 11 لينك، لان طبعا المنح دي بتتكرر كل سنة، هيبقى معاك ال 11 لينك بتاع ال 11 جامعة، تقدر ان انت تتواصل معاهم تسألهم على اي سؤال خاص بالدراسة في اندونيسيا، علشان ما تقعدش تدور على النت وتوه او تدخل لمواقع يدولك معلومات غلط. فانا قلت ان اقصر الطريق عليكم واوديكم على طول للجامعات بحيث ان انتوا تعرفوا تتواصلوا معاهم ازاي. في معلومة برضو حبيت ان انا اضيفها، في ناس ممكن ان هي تكون ما تعرفهاش، الفيزا او الاقامة بتاعت الدراسة لا تسمح بالعمل. ما تفكرش ان انت هتدخل البلد بفيزا دراسة وتشتغل بعد الظهر. لو الجوازات او اي حد عرف ان انت بتشتغل، الاقامة بتاعتك هتتلغي، وهيكون عندك مشكلة مع الضرايب ان انت شغال من غير ما تدفع ضرايب، وان انت شغال بدون تصريح عمل، فهيكون عندك مشاكل مع الجوازات والاقامة الدراسة اتلغت، ولو كنت دفعت اي فلوس الفلوس راحت عليك. فمن ضمن الشروط ان انت مش هتشتغل، علشان الناس تبقى عارفة من الاول، عشان محدش يتخيل ان هو ممكن ان هو يدرس ويشتغل في نفس الوقت. اقامة الدراسة لا تسمح بالعمل باي شكل من الاشكال، حتى لو كان عمل صغير. طبعا بقى بالنسبة للتفاصيل الخاصة بالتكلفة بتاعة الدراسة كام، وهل عندهم مثلا هندسة طيران، هل عندهم بترول، هل عندهم كذا، طيب الدراسة هتكون باللغة الانجليزية ولا الاندونيسية، طب انا مثلا معيش شهادة توفل اعمل ايه، كل البيانات دي انت هتعرفها من الجامعة. كل جامعة ليها منحة مختلفة عن الجامعة التانية، ليها شروط مختلفة، الجامعة هتكون كتبالك انت هتدرس بايه، وايه المجالات اللي انت ممكن تقدم فيها، ايه المجالات اللي انت ما ينفعش تقدم، هيكتبوا لك الشروط. فانا كل اللي عليا زي ما قلت لك ان انا ايه وصلتك لل 11 جامعة، وبالتوفيق للجميع. يا ريت بقى ان انتوا تنشروا الفيديو ده، لان في ناس كتير كانت بتسأل عن الدراسة في اندونيسيا وعن المنح. الناس اللي هي ما اشتركتش في القناة تشترك، وما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.